يعني كثير من الأمور في أنحاء العالم بدأت، والآن منتظرة في قرار جديد للكونغرس الأمريكي. كانت أكو إيداعات أنه كانت يبدأ المفاوضة بين الإيران ودول الأوروبية لموضوع سلاح نووي موجودة في إيران. هذه الملف وقفت نهائيا. نحن عندنا مسألة يقول ماتت، يعني ماتت لما كان حيا. يعني ماكو أمل جديد الحوار الإيراني وعالمي، أو يعني بدأت العالم يتعاون مع الشعوب في داخل إيران لسقوط هذه النظام، والآن يدرسون المعارضة وأحزاب أخرى لكيفية تأسيس حكومة جديدة مثلا، لكيفية نتعاون وكيف نبدأ لما سقط هذه النظام بأي طريقة تبدأ الناس وتحكم في المنطقة. هل كيف يحل المشاكل الشعوب غير فارسية موجودة في المنطقة؟ هذا الآن حوار جديد. والآن الاتحاد الأوروبي، كونغرس العالمي، وزارات خارجية العالمية على تواصل لكيف يتعاملون مع هذه الظروف الحقيقية. يعني هو عالم يعرف أنه هذه الثورة يستمر وقدرة الإيران. لكن هل سيد عارف تدعم أمريكا، هل أمريكا تدعم إسقاط النظام الملالي في هذه المرحلة بالتحديد؟ أمريكا كقرار حكومي كونغرس ليس لحد الآن اتفقوا على قرار، أما توزيع الإنترنت وبعض القرارات نشرت مثلا، أو قرارات عالمية إنتربول مثلا، كثير من الأمور هذا بمشاركة الأمريكا. يعني علني ليس بدأت الآن بشيء واضح، أما غير واضح بدأت تقريبا بكثير من الأمور. نعم. لأنه أمريكا لا يريد، يعني لا يدل أنه أمريكا يحب الناس. أمريكا انتهت مصلحتها مع هذه النظام، لو ما كان الأمريكا هذه النظام سقطت من السنين. الآن يعني حتى دول عربية الآن قسم منهم علني بدأوا بتعاون مع دول أخرى، لأنه هذه الدول العربية ضرر وأزيد من عندنا لوجود هذه النظام. يعني هو هذه النظام دخل بشؤون كثير من الدول العربية، ودائما كانت أمن الدول العربية كانت على خطر بيد هذه النظام بتأسيس ميليشيات مختلفة في داخل الدول مثلا. نعم. البحرين أحد منهم مثلا كان ليس لها أمانة مثلا. السعودية دائما يواجه بالمشاكل الإرهابية التي تأسسوا من النظام الإيراني، وعمارات كمان ودول أخرى، وصارت حتى الفتنة ومشاكل بين دول عربية. نعم. هو بحجة وجود هذه النظام. طيب.